إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. مرحبا إذا الحياة فهم القراءة لصحة، ترحب بمستمعيها من خلال برنامج إذاعات في حصة جديدة متجددة. في الحقيقة هذه الحصص في برنامج الإذاعات هي حصص تتناول مواضيع مختلفة ومتنوعة. هذه المواضيع يعني تضي على مستمعيها، فيها ما فيها من الإفادة والاستفادة. موضوع حصتنا اليوم، ما زلنا في الحقيقة نحن نواصل في مناهج التشريع. هذه هي المناهج التي تعتبر آليات ووسائط في يد المجتهد، يعتمدها في قراءة النص على ضوء مستجدات العصر لإيجاد حلول لهذه القضايا المستجدة، سواء كانت هذه القضايا قضايا دينية أو قضايا اجتماعية وسياسية أو اقتصادية. لذلك نؤكد على هذه المناهج التي ربما أنه الكثير يعني هو في غفلة عن هذه المناهج، ويتصور أن المسألة تكمن في أنه يوجد يعني نص واضح الدلالة نعتمده في القرآن أو في السنة أو لا. وهذا بطبيعة الحال أنه فهم في الحقيقة وفهم قاصر. طيب، في هذه الحصة كالعادة يعني ضيوفنا الكرام. سي خالد، مرحبا بك. سي خالد، مرحبا السادة المستمعين. مرحبا سي الحبيب الطيب، وغني عن التعريف ايضا. اهلا، مرحبا بمستمعي اذاعتنا، اذاعه القيروان للساحه الحياه فهم. كذلك نرحب باستاذنا سي جمال صعيدي. شكرا، مرحبا بالجميع. اكيد في الاخراج والتاسيس ايضا يعني نرحب باختنا من ابو خيت، وكذلك اخونا محمد سيف العريس في الاخراج والتاسيس. في التليفون بربي حصتنا احنا تمتد من ساعتين ونصف حتى للأربعة. في التليفون أختنا أنس الهمامي، والتليفون 70-35-120. نعاود التليفون 70-35-120. الأخوة سيتدخلون سواء للإثراء أو للأسئلة، ونحن في انتظار اتصالاتكم وأسئلتكم. سي خالد، أعود إليك. كنا قد رأينا سابقا يعني المنهج الأول، منهج التشريع، وربما أنه هناك من يذهب إليه على أساس أنه هو أيضا مصدر، باعتبار أنه ذكرته الآية. رأينا قد تعرضنا إلى الآية سابقا، الآية 59 من سورة النساء، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله واتقوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أطيعوا الله تحيل على القرآن، يعني واتقوا الرسول تحيل على السنة المطهرة، وأولي الأمر منكم تحيلوا على الإجماع. كنا وبطبيعة الحال وأن تنازعتم في شيء فردوه، هنا الرد بمعنى القياس. كنا قد وقفنا عن مسألة الإجماع، مفهوم الإجماع وأنواع الإجماع ودلالة الإجماع وأهمية الإجماع. بطبيعة الحال هذه المناهج هي كثيرة. اليوم سنتناول بالتحليلي عملية القياس. فسي خالد، لك الكلمة في مستوى على الأقل التعريف بداية، لأنه التعريف هو جزء من المفهوم. تفضل. شكرا سي أزهر، مرحبا بك وبكل الأخوة والسادة المستمعين الكرام. مواصلة لما ذكرناه في الحصص السابقة حول مصادر التشريع ثم مناهج التشريع باعتبارها آلية أخرى من آليات التشريع الإسلامي في جميع الميادين والمجالات والمسائل. عندما نقول التشريع كما ذكرت، حتى لا يذهب البعض إلى الفهم أن التشريع يقتصر على ما يتصل بالعبادات بالمعنى الضيق. التشريع يشمل جميع القضايا التي ممكن أن تعترض المسلم والإنسان بصفة عامة. فإن كان لهذه المستجدات وهذه المسائل والأحكام نصوص فهي مصادر، وإن كانت من غير النصوص الصريحة والمباشرة تكون في المستوى الثاني وهو المناهج أو طريقة الاجتهاد العقلي. نعم. جماعة اللقاء السابق، واليوم موضوع على القياس. القياس في اللغة من قاس يقيس. نعم. قيسا وقياسا. نعم. والقياس هو عملية اجتهادية تشريعية تحيل إلى موضوع نبحث له عن حكم. سنقيسه على أو قياسا إلى موضوع آخر يشترك معه في العلة. وفي وجود النص بالطبيعة. ومن هنا تأتي إن شئنا مشروعية
أو شرعية القياس بالنسبة للقائلين بالقياس، لأنه ثم تماماً لا يقول بالقياس ويعارض هذا المنهج الاجتهادي. ربما يعني هذه الذي يعارض نتعرض له لاحقا، نحن نريد أن نؤكد على عملية القياس. نعم، لنا حتى نبسط لسادة المستمعين. نعم. إنه القياس هو عند القائلين به. نعم. إذن أن بعض القضايا التي لا نجد فيها حكما صريحا ولا نجد فيها نصا يبين لنا هذا الحكم، يمكن أن نستخرج لها حكما قياسا إلى مسألة أخرى تشترك مع هذه المسألة المستجدة في علة الحكم. ومن قياس أن نقيس حكم هذه القضية إلى قضية أخرى النص فيها صريح وواضح ومعمولا به. شكرا سي خالد. في مستوى الوقوف عند تعريف القياس لغة واصطلاحا، نشوف الأخوة الأخرين عندهم شيء إضافة في هذه المسألة. الكلمة لك سي جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. التعريف الاصطلاحي للقياس كما عرفه الأصوليون هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك في العلة. هذا يعتبر تعريفا جامعا مانعا ديما عن القياس. إلحاق أمر هو القياس عليه غير منصوص عليه، وهو الفرع بأمر آخر منصوص عليه وهو الأصل والحكم الوارد في الأصل. هذا ويشمل هذا التعريف أربع أركان: المقيس والمقيس عليه والعلة والحكم. شكرا أحسنت. سي الحبيب، هل توجد إضافة بالنسبة للقياس؟ خاصة ونحاول أن نبسط يعني نقربه من المستمعين. نعم. سي خالد وسي جمال، تقريبا كل واحد معناها عرف المفهوم القياس، معناها اعتمادا على القراءة الأصولية مثلا. فقط ممكن باش نضيف مثلا بسيطة ومش كبيرة، ونحاول نبسط المفهوم بالعامية خاطر ما ينجموش يفهمون الناس كيقدموا. معناها إذا قدمنا فعلا المفهوم الأصولي كما هو مفهوم القياس كما يراه الأصوليون، يعني أقول عملية رياضية أكثر منها معناها الفرمي الماتيماتيك رياضية منطقية. لا، نحن في مجال العقل، احنا الان نحتضن العقل ويحتضننا العقل بامتياز. بامتياز بدون شك. معناها اولا راو القياس مثلا عقلي مش مثلا نقلية. اش معناها مثلا نقلية؟ مثلا نقلية نقولوا هذه حرام، نرجع القرآن الكريم، نرجع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع للإجماع. هذه مسائل يسموها مسائل نقلية. القياس درجة أخرى، منهج آخر، توجه آخر. ببساطة جدا مش حتى الصغار يفهموا، أو القياس قائم على التشبيه. كما نعرفوا التشبيه في حد ذاته هو أيضا قائم على المقارنة العقلية، مش تقارن حاجة بحاجة، ظاهرة بظاهرة، أمر بأمر. لكن ثم في التشبيه نحكيه على وجه الشبه، في القياس مش نحكيه على الاتفاق في سبب في علة، على الاشتراك في سبب في علة، باش نجمو نسندو هاك الظاهرة الجديدة حكم الظاهرة القديمة. خليني بس مثلا، يعني انت توا ثم عندك ظاهرة معينة، أمر معين، مسألة معينة فيها نص، ينجم يكون قرآن أو سنة أو إجماع ذات. إذن المسألة هذيك اللي فيها نص، جي مسألة أخرى تشبه لها برشا، نقارنوهم ببعض ونخرجوا فيما بعد باشتراك وباتفاق في علة معينة اللي هي في الأخر بالكل تشرع لنفس الحكم. نأخذ مثال بسيط وهو مثال مشهور لدى الأصول، لدى الفقهاء والأصوليين. مثلا نحن عندنا شرب الخمرة حرام، إذا هذا النص القرآني الصريح والواضح، وفيه أيضا نص نبوي واضح. جي ظاهرة أخرى، شنو هو النص؟
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يا سيدي مش ناقف لنا أنا شوية الساعة ما تتعداش الآية ومن بعدين تو نرجع فهمت. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يا سيدي شنو دليل الاجتناب هذه في اللغة وأنت الباحث يا سي الحبيب في هذا المجال؟ أنا لا أشهد في الآية فهمت. ها؟ نحن لم نشهد في الآية، الآية حكمها واضح. إي شنو معناتها فاجتنبوها خويا؟ وثم شكون اللي يقول لك راهو في الاجتناب ما يدولش على التحريم. لا عدم ولا هنا باش نولوا نحكوا هنا وجاء توا مثال الشيء خليني ناخذ راهو ثم ناس توا يسمعوا فينا واحد توا في ذكرنا الآية يسمعوا فينا مش يقول لك الاجتناب راهو قالوا لنا مش التحريم. فهمت هذاك علاش؟ ثم اي فهمت هذاك علاش احنا فهمت نشوفوا كيفاش. انا ما زلت الحقيقه خليني استحضر هيستوريك تاريخ. انا صغير مره في دار اختي تقريبا عمري 15 16 ونحفظ في الوقت هذاك نصيب كبير من القران الكريم الحمد لله. وقام راجل شايب اكبر من بابا انا واثق اللي هو ترابته الله يرحمه الله يرحمه. وقالت المثل قدامه فقال مثل ماش حتى آية قرآنية وحتى حديث نبوي وما ثم والخمرة حلالة من جبتها الحكاية هذه هاي الآية وهاي كذا شيء يعني ما قنعوا شيء معناه في الأخر بالكل ثم ناس يحبوا هم يتعصفوا على النص القرآني ولا النص النبوي ويحبوا يتعسفوا كذلك على عقائدنا وهم يفسروها كما يحبوا خلي يفسر على روحه. بالله يا سي الحبيب هو أنت يعني تتحدث في هذا المجال راهو وقت لي أنا نستوقف المسائل هذه. احنا في برنامج في إذاعتنا هذه الفتية رانا نحبوا أنه نقف عند كل كبيرة وصغيرة لنضيف يعني على مستمعينا في يعني في هذه القضايا اللي هي ربما انه تولى فيها سيدي يتكلم فيها يعني العالم والغير عالم والكبير والصغير واللي شرع الروح وقال فاجتنبوه والاجتياب وعلاش ما قالش اخويا مثلا راهو محرم مباشره اخويا تو المساله هذه اللي هي جبناها كمثال وساعود اليها لاحقا لاني انا مازلت في التعريف سنعود اليها لاحقا في هذه المساله. يا اخي التحريم راه مر بثلاثة مراحل مش نجيهم يعني فهمت اللي هم في اللي هم في الخمر مما يأكد التحريم ثم الاجتناب في اللغة انتم يعني سيادة العارفين واللي يسمعوا فينا اذا كان يحبوا الحقيقة زاد هم يعرفوا نروا الاجتناب اقوى من الامر الاجتناب اقوى من النهي فهمت. وقت نقول لك اجتنب القاعة يعني نقول لك مثلا اخرج من القاعة ما هو امر هذا ولا يفيد النهي راك نجم ترجع لها بعد حين اما كي نقول لك اجتنب القاع راه ما عادش ترجع له خلاص تماما هذا ما يقوله النحاة هذا ما يقوله النحاة نعم واضح ولذلك لا نتعسف على اللغه الكلمه لك سي الحبيب. نحب معناها مثال شي نحكي على السوريك نتاع التحريم في المثال يعني في المثال هو في المثال هذا باهي مثال ساعتين ولا لا مش نتعرضوا له احنا لا هي بدات بالايه الاولى يسالونك عن الخمر والميسر يقول فيهما اثم كبير ومنافع للناس اما دائما يصحب هذا في التراث نتاعنا كلمه مزينه برشا كان يقولها سيدنا عمر اللهم اشفنا في الخمر شفاء ثم يلوج على العباره معناها اللي فيها يكون بالحق معناها اللي يتم فيها عملية التحريم كاملة بعد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون اللهم من بعد ديما سيدنا عمر اللهم اشفنا شفاء تاما المهم المعنى المقصود معناها ينتظر تحريم الخمر بشكل نهائي من بعد سيدنا عمر قال معناتها كي جات هذايا قال انتهينا هذا دليل على انه حتى الكبار الصحابه كانوا مقنين في الوقت هذاك وان تم معناها تحريم الخمر بشكل تدريجي ما تمش بشكل قطعي كانوا هم على قناعه انه يلزم الخمره تحرم بشكل قطعي لان الخمره عندها اضرار كبير بمسائل عده سواء ما يتعلق معناها في شخص في ذاته في علاقته بروحه في علاقته بربي كي ناخذ مثال الصلاة ماهوش واعي يصلي معناها ويحدث وينجم يقرا قران هو مش واعي وينجم يغلط وينجم يحرف وينجم يزيد وينجم ينقص
ثم ايضا في علاقته باهله، لانه امواله باش يصرفها في مسائل ما عندها في الشنفة، معناها يبذرها ويهلكها، وربما يسبب معناها حتى في ايذاء كل العائله، معناها في الاخر من كل، حتى مثلا مساله الانفاق معناها الناس، وهذا مش اتفقنا توا، برشا ناس يغلبوا معناها يغلبوا شهواتهم الذاتيه في هذا الباب على حساب عائلته. ثم شكون يضرب النوم في داره ومرته تخرج تكلت مصباح الليل، هي تجيب له فلوس لسه وتها فكالها ويمشي يشرب بيه ويخلي عائله شويه. أعود إليك سي الحبيب في ما تذهب إليه. أنا ربما أحاول أن ألخص لمستمعينا الأفاضل، فأقول القياس يعني في عملية اللغة هو التقدير، قدرت شيء قست وقدرت شيء، هذا قياس في اللغة معروف، فهمت؟ تقدير الأشياء، كما يقولوا قاس التاجر القماش بالمتر، يعني قال قديش، ها 100 و2 و3 و4، هذا في مستوى اللغة. أما في مستوى الاصطلاح فهو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة قد ورد بحكمها نص، سواء من القرآن أو السنة، لاشتراكهما في علة التحريم. الحاق واقع لا نص على حكمها، جديدة، حدث جديد، وما أكثر النوازل التي تنزل اليوم اقتصادية وسياسية واجتماعية وسياسية، وفي حاجة لا نجد لها يعني كل يوم مستجدات من جملة كل يوم نوازل عديدة. وهذا كان ليش نتناوله في الآليات هذه اللي يمكن أن يعتمدها المجتهد. الحق واقع لا نص على حكمه بواقعة ورد بحكمها نص لاشتراكهما في علة التحريم. تقريب هذا تعريف هو الجامع المانع، فشملت اللي قلته كل تقريب معناتها، فهمت سي خالد؟ أعود إليك سي خالد، أعطينا أمثلة في القياس نفهم بهم العملية هذه، وإذا كان باش تعطينا يعني المثال الأول المشهور اللي هو الخمر وما يلحق بالخمر ونقف عنده، شوف بالله كيفاش أنه نقف أكثر على علاش ربي حرمه، فهمت؟ وليش إحنا زادا نجتهدوا باش نقيسوا هل النوازل الجديدة اللي يمكن تشتبه في أو تلحق بالخمر للاشتراك في العلم في علة التحريم. الكلمة لك سي خالد. شكرا. نوضح شوي باش نقربوا من الناس. شكرا. نعم. شكرا سي فزر. هو باعتبار البرنامج إذاءات نعم، تم اختلافات هل أنه الخمر حرمت أم لم تحرم ولا مراحل إلى غير ذلك، ولليوم هي ظاهرة نسمع برشا في الشارع وغير الشارع، الكثيرون يشرعون لأنفسهم. نعم. وكعلاش احنا في اللقاءات السابقه كنا حكينا على المجتهد راه عنده شروط. نعم. والخطاب القراني او النبوي في طبيعه الخطاب ايضا في الاسلوب، راه كل كلمه عندها دلالتها، عندها معانيها ومقاصدها، وايضا السياق اللي تجي فيه الكلمه، اسباب النزول، كل هذه كلها تدخل في فهم الحكم او فهم الايه. على فكرة خالد المرة اللي فاتت ثم شكون اتصل بي قال لي علاش تقولوا في الاستنساخ حرام؟ هي ممكن تو يجي نهار ونولوا نستنسخ في الاستنساخ البشري. هو الاستنساخ راهو لازم، علاش قلنا ديما لازم نحطوا الامور في سياقها، راهو كنقولوا بربي هي فرصة نزيد نفسروا اكثر ونقربوا ربما المعاني للسادة المستمعين بصفة عامة. راهو التحريم في الدين بصفة عامة لا يكون الا لسببين اثنين او لمقصدين كان حب. المحرم يكون محرم لذاته، لأنه هو في ذاته محرم، أو لغيره. نعم. أو نعم. ولا نجي سبب والمقصد والعلة وغيره. نعم. وكل من الأكيد واليقين أنه فيه ضرر، نجم من بعضين نحن نقدروها، ضرر كبير صغير خاص بشخص معين، وإلا يتجاوز الشخص الى المحيطين به المجموعه، كيف مثلا اثار شرب الخمر ولا اثار لعب القمار الميسر وغير ولا المخدرات وغيرها، كل المسكرات بصفه عامه هي اثار ما تقتصرش على ما صاحبها بل تتعداه احيانا في الغالب او تتعدى لافراد العائله باش يضروا هم الاطفال والزوجة والأب والأم وحتى المحيطين بالعائلة، العائلة الكبرى، وتبدأ توسع دائرة الضرر حتى تشمل ربما الأجوار في الحي في المدينة فا نعم. والحكمة والعلة في التحريم، إذا كنا قلنا نجم يكون محرم لذاته أما محرم لغيره، أحيانا إذا كان مش غالبا أيضا
التشريع الإسلامي وحين حتى غير الإسلامي لما يصدر قانون معين أو حكم معين في مسألة معينة الأكيد ثم أسباب لذلك وثم أيضا أهداف ومقاصد وحكم في ذلك، وهذا اللي يلزمنا وإحنا نذكره في أي موضوع في المسائل المحرمة ونقشه في الموضوع هذا نأخذه بعين الاعتبار. زي ما علاش تحرمت المخدرات، علاش تحرم القمار أو الميسر، علاش تحرم القتل أو الكذب أو لإمكانياتها أو لما ينتج عنها من أضرار. فنحب نوصلوا بإيجاز أنه التحريم راهو مش نحك راسي ونقول هذه حلال وهذه حرام مش نبسطوا المسائل، وأيضا مش أي كان يقول هذه حلال وهذه حرام، وحتى يحفظ النص القرآني ويحفظ نصيب كبير من الأحاديث النبوية راهو في مراتب معينة في لحظات معينة لا يجوز لهم أن يفتوا بين قوسين أو أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، رغم أنه هو يحفظ القرآن يحفظ السنة. ليه هذه ما مش أنت الناس لازم ونحكي على الكثير من العوام أخي ما نجمش ما نجمش واحد مثلا إمام خامس يمشي له يقول له أو كذا كذا مش بالضرورة، ولا حتى خطيب جمعة راه ثم فرق ما بين شو مش مذكر ليش حتى أنا ذكرتها، ثم فرق ما بين إنه يا أخويا إمام خمس وخطيب جمعة وما شاء الله وتبارك الله عليك وعلى أخلاق عالية ونثق فيك ونخلي عندك الملايين واحد، ولكن لست عالما حتى يعني تعطي تشريعا أو تجتهد. فالذين يجتهدون هم العلماء بالشروط اللي ذكرناها ذكرتي وحددها في 15 شرط وآخر شرط في العلوم الشرعية بكل أصنافها اللغة رقم 14 كشرط، والإحاطة بعلوم العصر، ولهنا القوة في الشروط اللي براها السيوتي الإحاطة بعلوم العصر. الكثيرين حتى اللي ناقشوا في مسألة لأنه الخمر حرمت أو لم تحرم وحرمت على مراحل وألا حتى عبر مراحل ما زالت لم تحرم، وفرق بين الخمر وبين النبيذ وغيرها من المصطلحات الدخيلة والقريبة واللصيقة لغير ذلك، يعني هو في النهاية يحب يفتي لنفسه أنه هالخمر مش حرم، ويحب يفركس على تعلى وأدلة شرعية أو غير شرعية مش يقنع روحه اللي هل يعمل فيه غيره وما فيهوش مشكلة. على كل لكن هو فيه مشكلة سي خالي، احنا طبعا المثال هذا متاع الحاق يعني النبيذ بالخمر هو في الحقيقة لما نتكلم على تحريم الخمر أنه الإسلام اتخذ منهجا في التحريم وهو منهج التدرج. كان الناس كان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الجاهلية كانوا يعولون من الخمور كما نعول نحن اليوم من الزيت فهمت. فجاءت ذاك التحريم التدرجي، أول آية نزلت هي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم إثم كبير ومنافعه للناس وإثمهم أكبر منافعهم. نعم. بعدين بالتدرج جاءت الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، وهذه فيها حادثة أنهم صلوا العصر وبعد ما صلوا العصر يعني شربوا خمور متنوع وعادي يشربوا ساعتها واحد، لكن لعبت الخمر بعقولهم فصارت عركة كبيرة ما بين الصحابة. أي الصحابة عركة كبيرة في الوقت ذاك، وقت في العركة ذيك واحد نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هل أي واحد تسأل تقوله على الخمر يقول لك حرام، والميسر قمار ولا في الآية يقول لك حرام؟ يا أخي ذاك تقوله حرام وقت تمشي الغادية كان الخمر تقول له فاجتنبوه، لا مش حرام قال فاجتنبوه. إيه معناتها ما يقولش إنه يعني واحد إنه هكا عاقل واحد فهمت يعني منتبه لهالمسائل هذه يقول إن وراه الخمر مش به. إحنا في المثال قلنا الخمر هو الأصل وسنلحق به النبيذ كمثال، أما الخمر يعني كأصل نلحق به ربما كل ما يمكن أن يكون يلحق مضر. طيب سي جمال ما هي أنواع المشروبات او المشروبات او غيرها اللي يمكن انه تلتحق يعني نلحقها بالخمر وتلتقي معه في التحريم، ونحبك تبسطها للناس اللي في قلت لا مش حرام. يا خويا التلميذ شاد تلميذ تلميذ
هذاك شو اسمه هذاك الكول هذيك واحد ويحلهم ثلاثة وأربعة في ساشي صغير ويبدا يستنشق خاطر تعدى في الطويل ويقول مش تذكر هذا مش حرام فهمت فهمت وقص عليا تو نعطوا أمثلة عديدة على كل الأمثلة مش تعطيها لي سي جمال لأنه مش نخرج تو مش نخرجوا فاصل تو مش نخرجوا فاصل ثم نعود مستمعي الأفاضل نخرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا شكرا أهلا بمستمعينا الأفاضل مستمعي إذاعة الحياة إف إم القيروان للصحة عدنا والعود أحمد في برنامجكم إضاءات مع موضوع مناهج التشريع وقفنا عند القياس وما أحوجنا إلى هذه الألية من آلية تعليمية يعتمدها المجتهد وعرفنا القياس ثم وقفنا على مثال لتقريب المفهوم من مستمعينا الأفاضل سي جمال ما هي المسائل أو المشروبات أو المأكولات التي يمكن أن نلحقها اليوم بالخمر يعني نقيسه على الخمر وتأخذ نفس الحكم اللي هو حكم التحريم وربما عند البعض يتصورها وأنه لا مكروه أو ما يشبه ذا ما يشبه ذلك الكلمة لك تفضل بسياق الحديث عن المشروبات أجيبك باختصار كل مشكلة ولك أن تسأل أهل الذكر في هذه المسألة ما هي المشروبات التي تصيب العقل وتضر بالعقل الذي رأيت لي بهذه الأنواع هو الحقيقة لما حديث الرسول هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جامع مانع كل ما فيه علة إسكان القلب وال عند بيت من كرود وما أسكر استنى كله مسك الحرام هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن عندنا قاعدة هنا أصولية ما أسكر كثيره فقليله حرام في سياق حديث عن المنهج الرابع أو المصدر من مصادر التشريع القياس مش نعود مسألة الخمر نعم والتي أثير فيه حولها جدل كبير على وسائل الإعلام في هذه هناك من ذهب كما قلتم أنه مش حرام الخمر وكلمة اجتناب لا تعني التحريم هذه الأفكار أو هذه الادعاءات هي لسببين إما جهلا بأحكام الشريعة وبأصول الفقه الإسلامي المسألة أصولية أو كيدا للإسلام وضربا للإسلام في عرفه وصرف المسلمين عن أحكام الشريعة الإسلامية وادعاء أن القرآن لا يشتمل بكل شيء فهناك كثير من الأشياء يعني مباح للإنسان أن يفعلها وليس لها ضابط شرعي إذن المسألة تعود إلى عدم فهم أو عدم إلمام بأحكام الشريعة وعدم إلمام بأصول الفقه مسألة تحريم الخمر واضحة الآية واضحة وصريحة كلمة الاجتناب هي قوة في التحريم نعم ولكذا الطريق من تبعيد 100 متر على الطريق راهو الطريق هذيك فيه هفوه فما حفر اجتنبوا من اي شرب ما تقربوش اصلا الاقتراب منه ولا موت يساوي نعم. الموت نعم وهي بدالة قوة في التحريم الاجتناب لغوي هي قوة في التحريم ثم ما يؤكد قوة التحريم هو التعليل والآية إنما هو علاش إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدو أنتم منتهون بما يكون يرجع لي من الآية الأولى يرتكز على الآية الأولى ولا يفهم أن هناك ناسخ ومنسوخ ومسألة التدرج في التشريع مراعاة لأحوال المخاطبين نعم أو المنازل القارب في الجاهلية كانوا يشربون الخمر صباحا ومساء وعشين وحين يظهرون وكانوا يحملونه في حفلاتهم وفي الحروب يحملون دينان الخمر كانوا مقمحين فيه نعم وقلت هو حتى الخمر الرابع حتى من بعد من الإسلام كنت نشعر الخمريات التغني بالخمر وعن أمثلة كثيرة لأدب الخمريين يعني يتغنوا بالخمر يتربجوا عليه ومسأل إيش يقول لافي على خمر تغشيه ظلمات الأحشاء مثل الأدب عشق الخمر اي شكرا سي جمال في مدعوك اليه نعم اي يعني اعود اليك بالكلمه نعم اعود اليك بالكلمه نعم فهمت سي الحبيب نحن نتكلم عن هذه الامثله العفو
يعني الخمر نلحق به النبيذ ونلحق به كل مسكر لانه يشترك معه في العله وهي الاسكار. ليس كذلك المخدرات اليوم وما يحدث اليوم من مستجدات في المشروبات، يعني هذه انواع يعني الحبوب الجديده يعني اللي هي معناتها بتخلي الانسان ربما انه يتعرض الى مضره اكثر حتى من الخمر. يعني تاخذ حكم الخمر الكلمه لك اعطينا امثله فيها لنحذر منها على الاقل ابنائنا على اساس انها محرم، وهو علاش محرمه؟ تفضل. ماذا بينا نرجع زيد خطوه تالي باش نذكر مجموعه من المشروبات المسكره. نعم. كما اثرت السؤال وال في القرآن خلينا نحكيه ما هو معروف في القرآن وما هو معروف في المعتمديات من ولاية القيروان. نعم. نعرفوا الناس كل نسمعوا بأنواع الخمرة، هي خمرة للخمرة، ثم أنواع أخرى من خمرة ما يعرفوهاش العباد، ما نقولش ما يعرفوهاش، يعرفوها البعض فقط من الناس مش مشهورة. ثم لما يعرف بالتكيله هذه يسمعوا فيها هنا في وسط القيروان، يسمعوا فيها في وسط البلاد العربي بالضبط، كنت حب رغم المنطقه هذيك تعج بالمساجد بطبيعه. معناها هذا النوع نمط من الخمره المصنوع معناها بشكل تقليدي وهو محرمه. ثم نمط اخر من الخمره القاتله، ما يعرف بالقوارص وقضية القوارص والجريمة الكبيرة اللي ترتب عليها موج جماعي نعم. كذلك باش نفهموا بعد باش نرجعوا نحكيوا على الحكم علاش معناها دونك معناها راي وقت يقولوا الفقهاء يقولوا الاصوليون راهو اذا كل مسكر حرام انا راهو ثم علاش ساعة مش لذاته في ذاته، لانه هو عنده ساعة يمثل خطر على الانسان في ذاته، يمثل خطر على الانسان في ذاته. الناس كل استحضروا الكارثة الكبيرة اللي صارت تقريبا عامين التالي، مجموعة كبيرة من الناس، ثم عائلة ثلاث اخوات وفيوا مع بعض، ثلاثة اخوات مع بعضهم ثلاثة، معناها ابوه يفقد ثلاثة اولاد من ثلاثة اولاده، اش قعد له مسكين، والامه ذي اش قعد لها مسكين، باش نعرفوا حجم الكارثة. الامر نفسه راهو ديما نقولوا راهو على ذكرت الامثلة ذي، راه الخمرة المحرمة في ديننا اللي هي تعتبر الاصل قدام الاشياء ذي تولي فرح راهو. لا طبعا يبقى دائما انه نعرف الاجتهاد علاش اجتهادا؟ لا سامحني اجتهادا مش تأويلا. اسمعني يجي نقول لك اصلح حالك، الاصل يبقى دائما اصل واضح، والفرع يبقى دائما فرع اللي هو المستجد. لا علاش نقول لك هكا سي الحبيب؟ لانه اللي يسمعوا فينا واحد توا راهم كثر هم يسمعوا فينا، وتعرف اللي يسمع فينا راهو مش كلها يعني ناس على قدر كبير من المعرفة والثقافة. هذاك علاش مرات اني نستوقف يعني نستوقف كلنا نستوقف سي خالد ولا سي جمال باش نبسطوا. الاصل يبقى دائما اصل ولا نقيس عليه الا الفرع، والفرع لا يقاس على الفرع يعني شرعا، الفرع لا يقاس على الفرع ابدا، ده يبقى دائما على الاصل. فهذه الاشياء المضره هذه مهما كان نوعها، ما دلاع، ما بطيخ، ما طماطم، فهمت؟ اي 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 ما مخمر ما نعرفش انا كل الدقله. نعم، لكن الكولا اللي عملها هذيك واحد يعني لا في الشهر تقاس على الخمر في الاسكار. تفضل كلمه لك. نعم. ثم برشا حوايج اخرى ما كانهمش ما يسمى. على كل حال علاش احنا نحكيو هكا؟ لانه بالحق معناه حجم الضرر كبير برشا. مازلنا ثم مسائل اخرى كثيره نعرفوها نحن. انا ريت التلامذه يشموا في الكولا، ياخذ وعيه تماما، يجيبوه معناه محمل اصحابه حاملينه بين يديهم، نطلبوا له الحمايه المدنيه وتتم معناه متابعته صحيا لانقاذه ولربما اسعافه، بل اكثر من ذلك معناه تم حتى عمليات اخرى يعني مرافقه حتى الوالدين معناها لحل هذا المشكل. تو الاخطر من هذا الكل هو انتشار ظاهره المخدرات باشكالها وبالوانها وبانواعها
كان أقراص، كان حشيشة، كان كان يعني ما عرفش يعني أني ريت أشكال مختلفة. أي الأنواع كبيرة برشا، أنواع كبيرة برشا، لكن رأي ذي مثل اختيار برشا وانعكاساتها كذلك معناها على المجتمع، على العائلات في المستوى المالي، في المستوى الصحي، في المستوى الاجتماعي، يعني انعكاسات كبيرة وانعكاسات اختيارة. هذه كلها رأي مبررات، مبررات متاع تحريم الخمرة، نرجع للأصل فاجتنبوه، حكم واضح. هذا الأمر هنا يفيد الاستعلاء، حكم زجري، حكم فوقي، حكم لا شهادة فيه. هذا كارثه للشهاده مع النص، للشهاده فيه ما في حد شيء، الامر واضح. انت من غير ما تقعد يعني تجهد نفسك وتحاول تعب روحك باش تاول نص تاويل يستجيب لمشاعرك ويستجيب الاوامر نفس الاماره بالسوء فيك، لا، انت هذا الخير امامك وهذا الشر امامك ايضا، وانت اختار لنفسك معناها النصيب اللي تحب عليه والطريقه اللي تحب عليه. ونحن نريد من خلال هذه الاذاعه ان نقول لهم خذوا طريق الخير افضل لكم قبل فوات الاوان. سي خالد، اعود اليك. سي خالد، هل يمكن في مستوى يعني ان كان يعني الاسكار هو مضره، ليس كذلك؟ الاسكار مضره، اتفق. هل يمكن ان نلحق عمليه تدخين بالخمر في التحريم؟ كلمه لك. شكرا سي الازهر، وانا باش نعقب شويه ونرجع لك بعض الدارسين وبعض الباحثين. حتى واحد نعطوا فيها مثل ديما نركزوا على اهميه القياس. اي فهمت. واهميه القياس هو اول من قاس في الفقه الاسلامي في التشريع الاسلامي هو ابو حنيفه. نظرا لكثره المستجدات في عصره في عز الدوله الاسلاميه في ذاك الوقت، فعمل الى هذه القياسات. وان كان البعض القياس هو نفسه عمل بالنص، لانه لما نقول باش نقيسوا مساله ما فيهاش نص على مساله فيها نص، هو في الحقيقه يشتركون في العله. ما دام اشتركوا في العله واحنا عندنا نص، يعني في الاصل راهو عندنا نص. هذه الاحكام هي في الظاهر بالقياس، ولكن راهي في الاصل ايضا مستنده الى نص. للتحريم هو بيدو القياس، هو بيدو القياس يعني موجود في القران، موجود في السنه النبويه. هو باش البعض ما يفهمش اللي هو خالي من النص. نرجو حتى للمخدرات توا سي الازهر، ولهنا نحب ناكد على دقه وصحه المصطلح او المفهوم. نعم. احيانا حتى في وسائل الاعلام وفي غيرها، واحيانا نستمع لبعض المختصين ينطقوا مخدرات. مخدرات هي اسم مفعول. اسم مفعول. راهو اما الادق مخدرات هي تقوم بالفعل، اسم فعل هي التي تخدر. احنا عندنا نص سي الازهر في الفقه الاسلامي يقول اضافه لنص القراني والنبوي يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم نعم نعم. وقت اللي احنا حكينا قبل شوي قلنا راه التحريم كل ما حرم لانه فيه ضرر، اما الشخص اللي باش يتعرض نحكوا على المخدرات، وان الاشخاص اللي باش يضر رغم اللي هما ما تعاطوش المخدرات، كي نحكوا على الام والاب بالنسبه للابناء، كي نحكوا على العائله كان واحد من العائله مشى في الخط هذا، كي نحكوا على الحومه وعلى المحيط والمدينه ولا المدرسه ولا مكان العمل، مهما كان مكان العمل، اذا مشى الطريق استعمل المخدرات راهي الاثار السلبيه، الاضرار مش باش تقف عنده هو، راهي باش تعديها بالضروره، باش تمس المحيطين به كل، سواء كانوا في العائله والا في المدرسه في المحل ولا في مكان العمل في الشارع في القهوة في غيره. ولأهمية التشريع الإسلامي أنه حق كل كلش لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر ولا تكون سبب في الحق ضرر بالآخر. هاي أعطيني تدخين ترى. التدخين لازم يعني القتل والتدخين تاعه ثابت، كان حبه بالعلم بالتجربة، التجربة الشخصية كل شخص، وأي مشيله باش يعطيك يقول لك ابعد على التدخين. هما ديجا الأطباء في لحظة من اللحظات مع المدخنين بالزجر، مش فقط يقول له التدخين، يزجره ويقول له رب ترجع لي ما اشتغل لك، واللي يقول له في التدخين بهال بالريم بالوتيرة هذه
راهو بعد فترة اما عجاك المعجن تمشي ولا باش تقص عضو من اعضاء الرجل واليد ولا هو عارف انه الجميع. اذا في مراحل تاريخية معينة في بعض الدنيا وقت اللي وصلوا الى كبيرة انه تم استهلاك كبير وتم اضرار ثقيلة. انا نذكر مثلا في الجزائر وقت من الاوقات ما برامج اعلامية خدمة السياحة لانه الجزائر يرجعوا اكثر منا حشيشة التدخين الدخان وعندهم انواع اكثر كما حكينا على انه المخدرات فيها سلم فيها درجات فيها ضرر ايضا حتى المسكرات الاخرى ما فيها الخمر وغيرها نفس الشيء بالنسبه للتدخين فيه درجات من الضرر. وصلوا نذكر في يمكن الثمانينات التسعينات في الجزائر قناه الجزائريه وحتى في تونس ياخذوا من الناس اللي تم اللي يدخن معدل 4 بكويت في النهار يعني بعد مرحله معينه الاطباء حكموا عليه حكم قص الاطراف نتاعو وفي مره اخرى تقص رجليه يعني هذا جسديا ما في شك ماكش واش ولا نحكوا على الجانب العلمي امشي لاي طبيب مختص في الامراض الصدريه باش نكونوا اكثر دقه لو انا مش لبيض احنا الجائحة كورونا اللي عرفها العالم في العامين اللي تعداوا هذوما اكثر ناس تذكر كورونا واكثر الناس اكثر نسبه وفيات في اللي تسبب كورونا هم المدخنين. شوف عند شخص معين ان الفيروس الكورونا او يسالوا تدخن ولا لا لان وسي اذا كان تدخن البدن الاخر بكله مش تاثر في التحريم تحريم كل وفي تحريم كل ما تدخين ومية ذهبت إلى تحريمه صحيح للأسباب هذه اللي حكيناها في لحظة لأسباب ربما اقتصادية وسياسية. أنا أذكر يمكن نختم باللوكر هذه سي أزهر في أذكر في آخر الثمانينات كنت جالس في قهوة في تونس وقهوة مقهى سياحي وزوز ألمان قاعدين جنبنا شوفوا في الناس في تونس يدخنوا بشكل كبير في القهوة بدا يسأل بشوية يقول توا اللي دخن ما شافوش مكتوب على الباك و التدخين قاتل 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 مش الموت الموت صحيح وعندها اسباب انا قريت بعض النصوص الفقهيه والتشريعيه وحتى العلميه ربما هذه تخيل ان الانسان قادر ان يزيد في اجله بهذا المدخل العلمي. انت تنقلك المنطق وقت اللي تمشي في الطرق الطريقه انك تستعمل كل المحرمات كل مخدرات الدروغ بانواعها المسكرات الخمر بانواعها والتدخين الا يكون قد قتل نفسه. ولهنا المشكله الكبيره اللي ترحمنا على النقاش والسؤال تو انت عندك مكتوب في الباكو التدخين قاتل لا بقطع النظر هاو جيدك بقطع النظر يعني انه ربي سبحانه وتعالى اللي خلقك قالك هذا حرام وهو علاش حرام اعطيك علاش حرام وانت مش تلحق به حوايج جديده اللي تشترك معاه في العله به انت هالحوايج الجديده ولا هو قاعد تستعمل فيه فهمت وهو قال لك حرام لانه مش يضرك اذا وانت تستعمل فيه ومت مش معناتها قتلت نفسك بغير حق. المساله اخطر وقت اللي نوصلوا للدرجه هذه انه القاتل نفسه وان اللي مخدرات ويساعد على ترويجها واستهلاكها راهو احنا الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. وفي الحديث من سن في الاسلام سنه حسنه فلا اجرها واجر من عمل بها بعده دون ان ينقص من اجورهم شيئا الى يوم القيامه. فالمقتل من سن في الاسلام سنه سيئه شوف سنه سيئه درجة المضرة منه تلحقها هي يكفي أنها سيئة ولنا درجة السوء قد تختلف حتى توصل درجة القتل واللي قاتل نفسه له. فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده دون أن ينقص من أوزارهم شان اليوم القيامة. يعني أنت كيف تسن اليوم قانون معين كيف الناس اللي سنوا اليوم في أو يشرعوا ويبيحوا استعمال المخدرات بأنواعها أنه تشدوا في المرة الأولانية اعتبروا تبرعوا ما شفتوش وسامحوا انت بالطريقه هذه راك حليت باب كبير وراك باش تتحمل الاوزان نتاع كل اقتنع بهال
تشريع اللي انت شرعته ومشيت فيه. حتى وان كان انت ربما القصد نتاعك بين قوسين سليم، لكن هو ما يكون السليم وقت اللي انت تشرع للناس حاجات مضره والمضره ثابته ما فيش شك. التدخين كل ما فيه، ولهنا قوة التشريع. وقت اللي يعطانا حكم نص يقول لك راهو العلة التحريم هي الضرر. نعم. أو سيحدث أي موضوع أي أمر أي مسألة في ضرر، فكن على يقين أن حكمها هو التحريم. والتحريم طبعا ليش؟ نعم. شكرا سي خالد في مذهب إليه من توضيحات والوقوف عند يعني كثير من الأمثلة. إذا القاعدة هي إنه الإسلام لا يحرم شيئا يعني عبثا هكذا، وإنما لغاية وهدف، والمستجدات سواء كانت من المشروب أو المأكول يعني تلتقي مع هذه النصوص من القرآن والسنة في التحريم، تأخذ نفس الحكم هو المنفعة والمصلحة أو المفسدة. كل ما فيه مفسدة كن على يقين أن حكمه هو التحريم. نعم. إذن التدخين نعود إليه ونقول لمستمعين أنه محرم، لا ضرر ولا ضرار، والتدخين ضرر وضرار، ضر في نفسك وضر في فلوسك، ماشي فلوسك، فلوسك أولادك، فلوس المجموعة الوطنية. نحكي بالكلمة هي باش نخرج الكلمة مع الإخوة اللي ثابت واللي هذي يعرفون المدخنين والأطباء المختصين، 40% للمدخن نفسه و 60% لمن حوله، يعني يدخن في دخن يضر في 60% بتل استنشاق الدخان من عائلته صغاره ومرته والعائلة الكل، وأن يكون في المقهى ولا في الضرر الآخر الغير هذا الضرر الآخر يأخذ في 3 باكوات الباكو، قداش الباكو 4500 ولا 500؟ شنو في يا هو اش خلى يا اخي اذا كان 15 دينار ولا 20 دينار يشري دخان فلوس مش قهوه ليه؟ فهمت فهمت كان بيته ضرر اخر معناها تحسبه بالكرنيش فهمت، لانك انت متفهم اللي تكيف باكو برك دخان قديش مع مقاوه في النهار. طيب انا بالضبط فهمت هذه مساله اخرى، وخمس معك من دار دار القهوه مش وحده دار القهوه قديش فيه من طبع سكر شو الضرر الاخر فهمت اللي رد بالنا، لانه اسمعني لانه الاسلام في الحقيقه هو في المحرمات مبني على التحذير، ديما يحذر ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنون ولا تقربوا، يعني ديما يحذر ديما يحذر، لما ما حبناش انه نوقوا فيه. والمسلم احسبوا ان المسلم ذكي انه يتفطن الى هالمضار هذه ويتجنبها، والمسائل واضحه. قال ربي سبحانه وتعالى قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، اذا يعني كل طيب هو الذي يفيد البدن وكل خبيث هو الذي يضر البدن، والتدخين يضر. اذا حتى الايه واضحه يعني مثلا، ولذلك ما تفلسفوش برشا في المساله هذه. نمشيو الى سي الحبيب لن يعود اليك واني جايك سي جمال. لحم الخنزير فهمت، ربي سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وسبب في التحريم يعني لحم الخنزير هو بطبيعة الحال النجاسة والقضاء القذار. القياس انه ما ذكرناش هو الجلد وما ذكرناش الشحم نتاعو وما ذكرناش، فنلحق به شحمه وجلده وما يتبعه، لان لا ذكرت اللحم ليس كذلك، يعني نلحق به هذه الطرف. طيب ونلحق به هذه في القياس، نلحق به كل هذه الجزئيات لان الخنزير هو نجس وليس نجس، هو بيد نجاسة. يعني لما نقول هذا الثوب نجس يعني يتعلق به نجاسة نجم نحا، لما نقول هو نجس هو يعني في حد ذاته هنا نجس لذاته. به فاش تمثل النجاسة هذه والقذارة في لحم الخنزير؟ ماذا يترتب عن الذي يتناول يعني اللحوم هذه؟ وهم كثر الذين يأكلون هذه اللحوم أيضا، إن كان لك في ذلك يعني رأي تفضل. الحقيقة هذا مبحث معناها. الحقيقة الموضوع ذي لحم الخنزير هو مبحث معناها. نقول لازم حلو على الكتاب معناها. هو لو حلو على الكتاب. أي لا أنا متأكد. يعني فيش تمثل القذارة والنجاسة فيش أنا مثل. أنا متأكد أني جيتك، أنا متأكد اللي دائما وأبدا في الموضوع ذي ثم جديد. على خاطر
نحن نؤمن أنه لم يحرم القرآن هذا اللحم هكذا لذاته، لا، ثم مبررات معناها، ثم أسباب وجيهة معناها، واللي نعرف أنا متأكد منه هذا، متأكد منه أنه برشا مسلمين بيصطادوا في لحم الخنزير، يصطادوا في الخنزير، ونرجع هذه ما ذكرناهاش بكري معناها، واحنا نحكيو لا ضرر ولا ضرار، نحكيو هذه من تداعيات معناتها محال الخمرة اللي هي معناها محرمة. أنا يعني وين تهز دائما وأبدا هي رأس الفتنة، هي تهز المسارات هذه معناها. لكن الحقيقة دائما وأبدا بالنسبة لي ما نجمش نتحدث على أن الخنزير هو نجس معناها في ذاته، ما عنديش معناها في هذا الباب معناها تقريبا توسعة وإضافة، فقط معناتها صحيح كنت ما رأيك فأنا هو الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أنثاه؟ الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أنثاه والخنزير هو مرات مرات, مرات 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 تلقى أنه زوز حيوانات ذكور عاملين مقتلة وحرب على أنثى، ما يحبش يعني يسلم في الأنثى متاعه للحيوان الآخر. كل الحيوانات تغار على أنثى إلا الخنزير لا يغار على أنثى. هو قيل برشا معناه وقيل كلام كثير في هذا الباب، لكن دائما أكله ولا يتطبع بطبعه. أي قيل الحقيقة قيل كلام كثير، لكن دائما أبدا لا أعتبر أنا شخصيا لا أستطيع أن أعد هذا الكلام معناها علميا. لا بالعكس، علميا اللي يأكله كل عنده مثل المسألة هذه فهمت اللي يقولوا الكل عنده المساله هي هاي. لا علينا هاي الحقيقه ما عنديش. المهم انه المهم يعني عله التحريم هي القذاره والنجس. شكرا سي جمال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، والقاعده تقول من تعجل الشيء قبل حرمانه عوقب بحرمانه. الموصى له إذا تعجل هذا الشيء يلحق ب لا يرث القاتل، نعم يقاس عليه. ما العلة في ذلك؟ هو ما قال لأنه لا هي استعجال الميراث كلاهما يستعجل، هي موجودة حتى في الواقع لما الناس تتكالب يعني يطول عمره في التشغيل وولاده محرومين وعنده أرزاق في وقت شيء يهزوا ربي خلينا نرتاحوا خلينا نتفردوا، يعني يمكن يتسبوا فيه الورثة. قياس على الورثة دي ينتظروها لك يعني المورث الموسى له القاتل يأخذ حكم من ورثة القاتل مستعجلهما، من استعجل القاتل يكون من استعجل شيء قبل أواني عقب بعرباني. عندنا مسألة أخرى في العقود مثلا في يعني اثناء اداء صلاه الجمعه يعني تسجيل العقود وحرم هكا ولا هي شنو هي لا شنو تقول واذا نودي الى الصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذا يعني هنا تكلم عن البيع يعني عقد البيع. ما هي العقود الاخرى التي يمكن ان تلحق عقد البيع؟ ثم استثناء في اثناء اداء صلاه الجمعه، ثم استثناء الطبيب يقوم بعمليه يعني المريض والقائم. اعطينا الساعه الاصل شنو اللي يمكن انه نلحقه بعقد عقد البيع وياخذ حكمه هو في التحريم. فما عقود لا تنتظر من استعجاليه تبرم في وقت الشراء. ما تعطينيش الاستثناء، اعطيني العقود التي يمكن ان تلحق بعقد البيع وتاخذه يعني نفس الحكم، يعني تاخذ حكم التحريم. انا ما عنديش فكره، ما عندي القاعده الشرعيه. اللي هي القاعدة الشرعية أنه إذا كان فما ضرورة تبيع منها. لا ذيك هي الاستثناء، ذاك شيء آخر. نلحق بعقد الزواج. الزواج مثلا. نلحق بعقد الزواج. دائما تستنى الطفل. بعد الجمعة. ليه؟ ما احنا نتكلموا على القياس، احنا يا سي جمال نتكلموا على القياس، نجم نلحق بها العقود الجديدة المستجدة هذه تويكا، عقد الكراء، عقد الزواج، عقد الإجارة، عقد يعني جميع فهم تأخذ نفس الحكم. هذه الضرورة يبقى ديما استثناء، يبقى ديما الاستثناء. القاعدة تلقوا منها. نعم. القاعدة هي قاعدة الضرورة، كان الضرورة تقتضي أن نكتب عقد ونفوت ساعة الجمعة القياس. أي شكرا. سي أعود إليك سي خالد. سي خالد أعود إليك، نعم أعود إليك سي خالد. سي خالد
المشركين، فهمت؟ جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله كيفاش انه هل كيفاش يعني هل هالعظام هذه مش يحييها ربي سبحانه وتعالى؟ وهي رميم، وهي رميم. قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره. قياس هذا ولا مش قياس؟ هذا هو من القياس اشار اليه القران. كما ان رجلا اتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله زوجتي انجبت يعني طفلا لا يشبهني. سأواصل في هذا الحديث، سأواصل في هذا الحديث بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا مستمعينا الافاضل. شكرا. ابن العود احمد مستمعينا الافاضل مستمعي اذاعه الحياه فهم القيروان للصحه في موضوع القياس وما احوجنا الى القياس وما احوج العلماء الى هذه الاليه من اليات الاجتهاد التي نعتمدها اليوم وما فيها من فوائد. سي خالد قلنا أنه القرآن قد أشار إلى هذه مثلا مسألة القياس. قال تعالى قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة، فأحيا العظام وهي رميم قد قصان يعني على الذي أنشاها أول مرة. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه ذاك الرجل وقال له يا رسول الله إن امرأتي قد ولدت ولدا لا يشبهني، فقال له يا رجل هل لك من إبل؟ يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل له إبل خاصة في ذلك الوقت في الصحراء. لكمني الإبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق رمادي؟ هل فيها من أورق رمادي؟ قال نعم إن فيها الأورق. قال من أين أتاه هذا؟ فهمت؟ قال الرجل لعل يا رسول الله نزعه عرق، نزعه عرق يعني يشبه الجد جد جد بوه يعني هجين 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 في اللغة جد الأول الثاني الثالث الرابع ولا قالوا ولعل هذا نزعه عرق. نفس الشيء يعني استعمل معه القياس بطريقة وقال الشيخ الرسول يقول تخيل من تفكم فإن العرق دساس. نعم فإن العرق دساس. إذن المسألة هذه يعني موجودة قال بها الرسول وقال بها يعني القرآن نظرا لأهميتها. سي خالد يظهر لي عندك بعض الملاحظات، تفضل كلمة لك. ياخي السؤال كتبته سي حبيب على فيما يتعلق بلحم الخنزير وبعض حتى الحيوانات الاخرى هو انه نجس. نعم. بعض الحيوانات نجم تكون هذه اللي بعض الفقهاء والمجتهدين في المعاصرين نجم تكون بعض الطيور بعض الحيوانات حتى بعض النباتات الغلال اللي هي في الاصل مباحه اذا اختلطت مع الماء نسق به والا الحيوان او الطير اذا كانت لا نجاسه. يقول بعض الفقهاء والمجتهدون باش حكمها نجم تكون تولي محرمه فك اللحظه او الفتره اللي تناولت فيها نجس. لازم نعبي بعض اللي الجسم الطير او الحيوان تخلص كليا من ذاك النجس باش يعطي الاصليه لحاله الاباحه انه يجوز اكله. اما اذا كان مدة في ما هو نجس وما هو محرم غير ذلك فهذا يصبح محرم ما دام لم يتخلص جسمه من النجس او المحرم. هذا الاصل مباح فما بين اللي هو في الاصل محرم لحم الخنزير. بعض الدراسات العلميه بالنسبه للحم الخنزير اثبتت انه ثم في دمه اضافه الى جزء من لحمه في دمه جرثومه من الثدييون في الصحراء البرية الطبية أنها تسبب نوع من أنواع الأمراض السرطانية. إذا دمه يلحق بلحمه. أشبه لك يعني هي هذه الاختبارات العلمية الطبية في السنوات الأخيرة. إذا إحنا عرفنا أنه محرم لأنه نجس ونعرف إحنا ماذا يأكل الخنزير. نعم. قلنا المجتهدين يقولوا اللي هو حلال إذا كانت لا نجس إذا نعدي مدة معينة يتطهر من هذه النجاسة بعد نرجع للحكم. فبالك اللي يأكلوا تعاموا كل تقريبا في ذلك. شكرا. احنا سي خالد سنقف على بعض يعني الفوائد يعني القياس بعض الفوائد نذكرها ثم يعني تعرجون عليه وتلاحظون ما تلاحظون لأنه لقد عاد كلمة كلمة. من فوائد القياس وأهدافه إظهار الأحكام الشرعية للفروع والوقائع الجديدة وإنزال الحلول الإسلامية للمشكلات والنوازل المعاصرة وفي هذا تطبيق للإسلام في كل الأزمنة والأحوال وتخليد للشريعة وتقرير لمعانيها وخصائصها المتمثلة أساسا في البقاء والصلاح
والخاتمية والعالمية والإنسانية والواقعية والوسطية وغير ذلك. اثنين، من الفوائد إثراء المباحث العلمية والأصولية وتوسيع المدارك العقلية وتكوين الملك الفقهي الاجتهادية في المجتهد والمفتي وطالب العلم وغيرهم. أيضا من الفوائد تحصيل الأجر والثواب من عند الله تعالى بسبب القيام بالبحث والاجتهاد وسبب نشر العلم وإفادة الناس وحل مشاكلهم وسد حاجاتهم وطلباتهم. أيضا من الفوائد والأهداف أخذ العبرة وحصول الاتعاظ من أحوال السابقين وأخبارهم ومن سير الأحياء ونوازلهم، وذلك بالاستفادة من صلاحهم وهداهم ورشدهم وبتجنب ما وقعوا فيه من خسران وهلاك وما ودمار بسبب فساد الاعتقاد والعمل والسلوك. والعاقل الراشد هو من اعتبر بغيره وأخذ العبر. بعض الملاحظات سجمها لي بعجالة ما عنش وقت فيما يخص الفوائد. نعم، القياس هو المصدر المصادر التشريع المتفق عليه، وهو بداية توسيع دائرة الاجتهاد، وهو باب أيضا ضمان استمرارية الشريعة. الشريعة لا يمكن الاقتصار على النص، وهو أيضا يندرج في إطار فلسفة التشريع وحركة العقل، العقل المجتهد الذي يوسع والذي يواكب الأحداث حتى تكون الشريعة حية ومتواصلة ومستمرة عبر الأزمنة. القياس باب واسع من أبواب الاجتهاد وعمل العقل وإثبات صيرورة الشريعة الإسلامية. شكرا سي جمال. سي الحبيب، بعض الملاحظات في آخر الحصة تفضل، تتوجه بها يعني المستمعين. نعم، بجاز رول القياس هو إغناء للشريعة الإسلامية في مستوى المنهج، لأنه أولا يوسع، ما نقولش في مستوى النقل. نعم، على فرصة معناها الجمع بين، نقول احنا في مستوى الشريعة بين النقل والحكمة، بين النقل والعقل. ثم هو حل 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 جميل جدا المشكلات المتجددة، يعني يوسع فعلا يعني النص في ذاته ويوسع دائرة التشريع، توسيع دائرة التشريع. نعم، شكرا سي غالب الكلمة لك. شكرا بزر الاجتهاد بصفة عامة بجميع آلياته هو المدخل الأساسي ل نقول تقول وهي المشهورة أن الشريعة صالحة لكل زمن ومكان. هو الأصل أن نقول أن الشريعة تصلح كل زمان ومكان، مش تكون سواء تصلح يقولش في تحت سقف التعليم وكان الرب في الآخر، لا، هي الشريعة تصلح. نعم، لكن المجرد هو مش يكون لازم يكون كما كاين بالخصائص وبالمميزات اللي حكينا عليها سابقا، اللي هي شروط الاجتهاد والمجتهد لتنزيل الأحكام الشرعية حتى النصية. نعم، لأنه رأوا فقط مش ما هو مستجد، أحيانا نحتاج مش ننزل حكم في نص قرآن أو سنة في الواقع في لحظة ما نحتاج إلى اجتهاد كيف سننزله بشروطه وذواته. بصفة عامة تأتي أهمية الاجتهاد بكل آلياته وفروعه ومناهجه. شكرا سي خالد في الذهاب إليه. إذا نقول لمستمعينا الأفاضل في آخر حصتنا هذه أننا لما نتناول هذه المناهج بما في ذلك يعني الإجماع والقياس رانا يعني نحاول أن نوسع من دائرة التشريع حتى نرفع الحرج على الناس وحتى نجد بنك من المعلومات يعني وبنك من الحلول لمسجدات العصر ونوازل العصر سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو دينية. إذن هي آليات، هذه كلها آليات في يد المجتهد لقراءة النص على ضوء مسجدات العصر، وإلا كيف يكون يعني هذا النص يعني مساير أو يجد يعني حلول لقضايا الناس. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات ربي تنتهي، إذن التي لا تنتهي هي المعاني والدلالات، وهذه موكولة إلى المجتهدين، ومن آليات الاجتهاد هو القياس. مستمعينا الأفاضل، شكرا على استماعكم إلى إذاعتكم المفضلة وبرنامجكم المفضل إذاعات، وشكر موصول لسادة إذاعة الأفاضل سي خالد، شكرا سي حبيب، سي جمال، كذلك شكرا موصول لأختنا آمنة بوخيت وأخونا محمد سيف بلارس، مع تحيات الأستاذ الأزهر بن علي البريكي. شكرا إذاعات كل نهار جمعة على الحياة فهمت.